بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت العنوان Adjusting Video Properties راح نتكلم عن الأوبشنز الخاصة بالفيديو. أدرجنا فيديو في مساحة العمل بتاعتنا، هنلاقي في سبيشال تطبيق خاص بفيديو تولز اللي هو فيه أوبشنز. أول أوبشن هي شمال على الشمال بلاي، ده بيحاول يعمل لي بلاي، هخلي لي المشهد في طول البريفيو يعني قبل ما أنت بتبتدي تعمل بابلش للسين أو بسم الله الرحمن للمشهد ده، الرحيم فبيعمل والصلاة لك والسلام على بلاي سيدنا. يعني. النقطة التانية ده خاص به الفوليوم، حجم الصوت، ده الإيديتور بتاع الفيديو، كأنه بتضغط جاست برضو رايت كليك عليه وبتعمل إيديت، نفس الفكرة اللي احنا اتكلمنا عنها في حلقة امبارح، كليك يمين وقلنا إيديت فيديو. مع بعدين شو فيديو عايزه يكون انسايد ولا النيو براوزر ويندو، لو قلت له انسايد هيبقى موجود جوه البرمجية بتاعك، لو قلت له نيو براوزر هتبتدي تفتح في براوزر مستقل. بلاي فيديو طبعا عندك ثلاث اوبشنز، اوتوماتيكالي يشتغل اوتوماتيكالي بمجرد ما انت تيجي على اللاير بتاعه، اور هوني كليك لما انت تبتدي تضغط كليك عليه، اور فروم تريجر لو انت عايز تظبطها بتريجرز معينه، مثلا لو قلنا خلينا وين كليك. شو فيديو كنترولز اللي هم الكنترولز بتاع الفيديو، البلاي والوقت وكده، الكومبريشن ديت الضغط، ومعايا بعدين الالاينمنت وبرينج فورورد وباكورد والقصه بتاعت السايز والكلام ديت. جاست لو انا قلت له مثلا بريفيو للسين ديت ابتدي يكون، انا قلت له هون كليك، مجرد ما انت تبتدي تضغط كليك هبتدي الفيديو يتحمل و جاست كليك عليه هيشتغل معاك 5 ثواني وبعدين هيدخل في طور بسم التنفيذ. الله بسم الله ده الجانب بتاع الاوبشنز بتاع الفيديو. معايا نقطة أخيرة، لو أنا ضغطت كليك يمين يا جماعة هلاقي طبعا عندي البريفيو والست بوستر فريم. البوستر فريم اللي هي زي السبنيلز يا جماعة، زي اليوتيوب بالظبط، انت عايز الكفر بتاعه يكون عبارة عن ايه، فبيفضل انه يكون الكفر ديت والطبقة اللير اللي هتتحط من فوق، فبتكون يعني ليها بتدل على الكونتنت بتاع الفيديو هيعرض لايه او كده. ده من ضمن النقط الجميلة اللي ممكن تفيد وتساعد في تنظيم المادة العلمية بتاعك في تصميم البرمجية بتاعك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.